أشكر الأمير طلال بن عبد العزيز الله يرحمه ويغفر له، وفر لي بيئة مناسبة حق احتياجات خاصة وسهل لي تعليمي. هذه تجربة ثرية فيها كثير من الدروس المستفادة، تضيف لنا ذاكرة جميلة في حياتنا العملية، وذاكرة جميلة مع هذا المعرض اللي حبيناه مع هذه الشخصية الرائعة الملهمة رحمها الله. عند الرجال اللي هو في عهدها ومن لا يترجم قول وفعل وكان كلمة كل اللي سمعها لقتها والشاعر اللي للجزيرات نشاط. أنتم مسامة بيات اللي قصد، أنتم مسامة بيات اللي قصد. افتكر نموذج وقتها طبعا كان فريد، يعني اللي هو يجمع بين التعليم التقليدي اللي هو التراديشنال ليرنينج مع التعليم الالكتروني. يمكن كان في ناس كتير جدا تستغرب في التسعينات يعني ايه الفكره، يعني طبعا كان في التسعينات ناس ما تعرفش غير النموذج التقليدي، عباره عن قاعات دراسيه يحضر فيها الطلبه، بيقوم المحاضر بإلقاء محاضرته. انما انك تجمع ما بين ان يكون في محاضرات زائد استكمال اللي هي اللي بتقول عليه الماتيريال او المواد التعليميه بشكل الكتروني متاحه للطلبه بطريقه مستساغه مع استخدام ما بنسميه سمارت بوك او الكتب الذكيه في استكمال المعرفه للطلبه، ده كان فعلا نموذج فريد.